يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم أعطني المال فإن صلاحي في إعطاء المال، لأني أظن بل أعتقد أنه إذا حصل المال عندي فسيزيد شكري وتزيد عبادتي وصلتي لأرحامي، فهل دعائي هذا صحيح؟ لا، تمام صحيح، وهذا تزكية لنفسك، هذا تزكية لنفسك، وما يدريك أنك إذا أعطاك الله المال تشكر وتصل رحمك، وهذا تزكية للنفس. لكن اطلب من الله الرزق، اسأل الله أن يرزقك، اسأل الله أن يرزقك ما يكفيك ويكفك عن الحاجة للناس، اسأل الله أن يرزقك. الله جل وعلا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، اسأل الله أن يعطيك. نعم.